دلوقتي هو انا عندي مشكله مع ابوها وامها، انا قدمت لها وكده، فايه ابوها قفش عليا قوي، قفش عليا قوي، فبابا قال لي عمل لي بلوك من كل حته وشخر لي. بصراحه بقى، بصراحه بقى. طب وانت مكمل ليه؟ ما انا مكمل عشان هي غلبانه، والله البنت غلبانه. اتصل بيه بلوك واعتذر. يا نهار اسود، اكلم ابوها؟ ايوه يلا. يا نهار اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. كرم شريف ده معمول عليه بلاغات بالهبل. على انا تاني. الو السلام عليكم. الو ازيك يا عم احمد؟ انا زياد. الو السلام عليكم. ازيك يا عم احمد عامل ايه؟ انا زياد اللي اتقدمت لك لبنتك من فتره وشغرت لي. ازيك يا زياد عامل ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه يا عم؟ الحمد لله بخير الحمد لله. انت حضرتك كويس؟ الحمد لله يا رب دايما. اتصلت بس يا عم، انت عايز تتصالح؟ اعتذر لك والله تاني وكده وعشان والله حضرتك انت فارق معايا والله. مفيش حاجه والله يا زياد، انتبه بس لمستقبلك وقول يا رب. خلاص انا سمعت كلامك كده كده ما تقلقش. ماشي يا باشا حبيبي. حبيبي يا عم احمد ربنا يطمن عليك. باي يا عم. شو ربنا يخليك يا عم احمد، ربنا يخليك حبيبي. مع السلامه. انا فرحان جدا، انا فرحان قوي. الحمد لله. ده قال لي ازيك يا حبيبي. لسه شغل يعني هو كده خلاص تمام؟ هو الحمد لله كده تمام، كده زي الفل. انت وشك حلو عليا يا اخي. اللهم عم احمد، اللهم من عم احمد والله. نفسي اي مشاكل، بس اي مشاكل عائليه سنجل ويبحث والله. انا هموت و... انت عايز عروسه صح؟ قول لنا مواصفات العروسه اللي انت عايزها ومميزاتك ايه. اي اهم حاجه ايه؟ حنيتها، تكون حنونه تدفيني. هو بقى له سنتين في الجامعه، تاني سنه ليه؟ المهم كل ما اروح لبنت يديها روايات، واخد بالك؟ المهم حر روايات ده هتشوفهم كل ايديها روايات وبتاع، فما حصلش نصيب. المهم راح لايه؟ لواحده ثانيه. ده روايات برضه؟ ده روايات برضه. غير روايات ما حصلش نصيب. نفس الروايات. اخر المزام عامل ايه؟ قام جايب الروايات كلها موزعه على الدفعه كلها. ايه حوار الروايات ده بس؟ بص والله يعني هو روايات معايا. طب ايه الروايه مثلا انت اديتها لاول بنت اسمها ايه؟ اسمها جمهوريه قلبي. جمهوريه قلبي. طب اديتهم ايه؟ اصدقاء والله ما كأحب. مش بحبهم. لا او بيكرش اي واحده يشوفها في الشارع بيكرش عليها. جفاف عاطفي. شفته اللي وصل انسى انسى انسى. طب ما انسى اقعدش معاك كتير. ايه يا اسطى في ايه؟ حبيت واحده وانا في ثالثه ثانوي. ابويا وامي ايه قعدوا يقولوا لي هتضيعك وهتسقطك وهتعمل ومش عارف ايه، وانا كنت ماسك بيها. المهم ايه، اهلي ما كانوش راضين بيها. اجتهدت على نفسي ودخلت الجامعه وهي لسه معايا، بس انا قسما بالله شهادات تقدير وديتها عشان مدرس تاريخ، شوكولاتات وديتها، خروجات وخرجتها. لا 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 هقول لك حاجه، المشكله في ايه يا اسطى؟ اللي هو كان بيحط، هو مدرس فبيدي دروس، بيحط اول حرف من اسمها واول حرف من اسمها الملزمه. بيبقى في محن في المذكره. زد مثلا زد يعني انا دلوقتي عامل بي ذكريات ابقى بذاكر. ايه ده؟ ده ايه ده؟ المهم ايه، كنت بقدر المح على الفيسبوك اقول احدهم ومش احدهم. فجت يوم 7/5 7/5/2023 ماشي، جيت قلت لها الساعه 10 بالليل انت احدهم. فرحت وقالت لامها واختها ولاد خالتها. عايزك مدحت شلبي. ماشي مدحت شلبي. بس بيعمل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اسعد الله مساكم من جديد. كرة عرضية من ناحية اليمين، عبد الشافي خطيرة، هوبا اي. معلول حط الزغلول. علي معلول خلاه بهلول في اسطنبول وحط الزغلول. انا محبين ايمن كاشف. يا عم احمد، يا عم احمد الله يبارك لك، عيد النظر واديني فرصة، اديني فرصة يا عم احمد. انا لو مكانك مش واقف. لا انا عايز اشكر برنامج سي ار سي بجد، ان الحمد لله الحمد لله قدرت ان انا على وشه عم احمد يرضى عني ويقول لي ازيك يا حبيبي. وبجد انا فرحان جدا وعايز، واكيد يا رب يشوف الفيديو ده ان شاء الله، ان شاء الله يشوف الفيديو ده، يقول لي ان شاء الله يشوف الفيديو ده. يا عم احمد حقك عليا، انت ابويا
وحبيبي بحبك عم احمد بجد. انت انا سميك سي ار سي. لا لا فلوس ما بتنساش. الفلوس ايه؟ فلوس فلوس ايه؟ ايوه فلوس. مش صلحت الموضوع؟ ايوه فلوس حقي ولا مش حقي يا عم جد.